نلقي الضوء الآن مع حضراتكم على العلاقات المصرية الفرنسية، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية. دكتور أشرف أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة العلاقات المصرية الفرنسية تطورت بعد أن كانت علاقات سياسية أو استراتيجية، ولكن وكأنها تأخذ مسار العلاقات الأخوية. دكتور أشرف، كيف تقيم هذه العلاقات؟ هذا تفصيل دقيق للغاية، يعني منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة الحكم في مصر والعلاقات الفرنسية المصرية تأخذ منحنى متطورا لم تشهده في تاريخ العلاقات السياسية الدولية بين الدولتين، وده بيرجع لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا في الفترة الأخيرة مع الرئيس ماكرون كانت هناك تلاحم وتقارب حول قضايا الأمن في المتوسط، ليبيا وضرورة طرد المرتزقة وعودة ليبيا للمجتمع الدولي، وده كان اتفاق رائع بين السياسة الخارجية المصرية والسياسة الخارجية الفرنسية بعد ما توصلت كل من الرئيس ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي بأن استقرار ليبيا مهم للشمال أفريقيا، مهم للأمن المصري ومهم للأمن الفرنسي. هذا امر كان يعني دقيقا في برضو اداره الشان الفلسطيني الاسرائيلي وضروره الحفاظ على الحق الفلسطيني وعوده المفاوضات البنائيه وبناء دولتين، هذا اتفاق كبير بين الفرنسيين. نعم، هناك اشتراك ربما في الرؤى المصريه الفرنسيه دكتور اشرف، وكانهم ربما يتخذوا ذات الاستراتيجيه فيما يتعلق بضروره الحل السياسي لمختلف ازمات المنطقه بدون التدخل فيها، على سبيل المثال ما يحدث في ليبيا والتوافق في الرؤى المصري الفرنسي فيما يتعلق بضروره الحل السياسي الليبي وخروج المرتزقه والقوات الاجنبيه. ده بالتاكيد يعني حتى كمان كل الممثلين الدوليين اخرهم زياره مثلا المنطقه العسكريه الامريكيه في افريقيا، ماكنزي قال انه بيحمل كثير من الحب والرئيس عبد الفتاح السيسي لاداره مشاهد الازمات بالتاني والصبر والدبلوماسي. هذه السمه اذا من اتبع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدير من شخصيات عسكريه او دبلوماسيه. الرئيس ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة يعني حتى كمان تسكيح الجيش المصري، فرنسا لم تتأخر في إعطاء مصر كل ما هو حديث. نعم صحيح. لقناعاتهم بأن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لهم من الهدوء واستراتيجية الاستقرار لمصر ولشمال أفريقيا، وأن القضايا بين فرنسا وبين مصر كبيرة في أفريقيا، وآخرها طبعاً دعوة الرئيس المصري إلى باريس أو إلى فرنسا لحضور قمة المحيط الواحد التي تكمل مع قمة المناخ في 22. مع العلم يعني أن السيد الرئيس يعني متواجد في هذه القمة، قمة محيط واحد، مع عدد محدود للغاية من الرؤساء دكتور أشرف. لأن هذا اختيارا بعناية لما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا اتجاه المجتمع الدولي، ثانيا على أرض مصر. يعني تجربة بحيرة المنزلة، مصر تقدمت بهذا الأمر واحتمال الرئيس شخصيا بالحفاظ على الحياة البحرية في واحدة من أهم البحيرات في شمال مصر وهي بحيرة المنزلة، وهذا النجاح الرائع الذي تحقق لحماية الحياة البحرية. بالضبط. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك.